ومشاهدينا مباشرة الآن إلى هذا المؤتمر الصحفي المغربي السعودي المشترك لوزراء الخارجية إلى هناك. بن فرحان آل سعود، وأن أترأس مع دورة 13 للجنة المشتركة المغربية السعودية التي يتزامن انعقادها مع الذكرى 66 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية. أنا دائما أنا وصاحب السمو نشتغل تحت مظلة واضحة وهي القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو ولي العهد محمد بن سلمان حفظهم الله. علاقات المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية هي علاقة لا مثيل لها في علاقات المغرب الخارجية، علاقة متميزة قائمة على وشائش صادقة، على تضامن دائم، وعلى طموح القيادتين بأن تكون هذه العلاقة أن تسير إلى أعلى مستوى. ستشكل هذه الدورة من اللجنة المشتركة فرصة لاستعراض مجمل القضايا التي تهم العلاقات الثنائية والتعاون الثنائي بين البلدين، وسنبحث في سبل تطوير والرقي بمسارات التعاون المثمر إلى أعلى المستويات وفق طموح قيادة البلدين. ستكون هذه الدورة فرصة لإثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية من خلال التوقيع وتحضير الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وكذا الانفتاح على مجالات جديدة للتعاون كالاقتصاد الأخضر والرقمنة وتكثيف الجهود لتعزيز الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية. هذه 9 سنوات لم تنعقد اللجنة المشتركة، بالتالي فانعقادها اليوم مناسبة لإعادة تفعيل هذه الآلية اللي هي آلية مهمة في علاقتنا الثنائية. هذه الآلية دورها هو مزدوج، أولا تحضير للاستحقاقات الكبرى على مستوى قيادات البلدين، وثانيا متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة على لقاءات القمة بين قيادات البلدين. فهذه الآلية اليوم بإعادة تفعيلها غتعطينا فرصة لإثراء الجانب القانوني، الحديث في التعاون القطاعي، وكذلك تعزيز إدماج فاعلين جدد في العلاقات الثنائية من قطاع خاص، من مستثمرين ومن فاعلين آخرين، لأن هذه العلاقة جوانبها الإنسانية جوانب مهمة جدا ويجب دائما تعزيز هذه الجوانب. هذه الدورة كتكون كذلك فرصة لمواصلة التشاور السياسي، ومع معكم سمو الأمير التشاور هو دائم، احنا دائما في تواصل حول كل القضايا. واليوم في حديثنا ولو ما كانش الأجندة كنا يمكننا نبقاو بالساعات في لقائنا الثنائي للحديث حول القضايا الثنائية والقضايا الإقليمية. في هذه القضايا هناك تطابق مطلق في توجهاتنا وتصوراتنا حول القضايا الثنائية من منطلق توجهات القيادتين ومنطلق التضامن الواضح بين بلدينا. كانت فرصة لتأكيد لصاحب السمو بأن التضامن المطلق للمغرب مع أمن واستقرار المملكة العربية السعودية وتنديد المغرب بكل ما قد يمس بهذا الأمن والاستقرار، وتأييده لكل التدابير اللي كتخذها المملكة السعودية لحماية أرضها وطمأنينة مواطنيها. تضامن المغرب كما قال جلالة الملك ليس فقط تضامن بالتعبير، هو تضامن فعلي. المغرب يقف مع المملكة السعودية في كل
التدابير والإجراءات التي تتخذها في هذا الإطار. هي مناسبة كذلك لتعبير عن الشكر والامتنان للقيادة المملكة العربية السعودية ولكم صاحب سمو في المواقف الثابتة إزاء قضية الصحراء المغربية والقضايا التي تهم يعني المصالح العليا للمملكة المغربية. كانت دائما مواقف ثابتة، مواقف واضحة تم التعبير عنها على كل المستويات، على مستوى القيادة خلال اجتماعات مجلس التعاون الخليجي، على مستواكم صاحب سمو في عدة مناسبات وآخرها كانت في مراكش في الشهر الماضي، أو اليوم كنشوفوها في جنيف ولا في نيويورك. من يعني هو نحس به موقف يعني ثابت وتوجيه واضح لكل دبلوماسية المملكة العربية السعودية. تحدثنا حول القضايا الإقليمية وكيفية تنسيق مواقفنا فيها انطلاقا من تطابق مصالحنا وتطابق وجهات نظرنا، وسواء القضايا المتعلقة بشمال إفريقيا ولا الشرق الأوسط أو القضايا الدولية هناك تنسيق تام وهناك تشاور دائم وهناك اشتغال يعني بشكل منسق بيننا، وغيكون كذلك بين الوزارتين الخارجيتين البلدين. يعني احنا كوزيرين بتعليمات من قيادتنا نتواصل، ولكن الهدف كذلك هو ان هياكل وزارة الخارجية المغربية وهياكل وزارة الخارجية السعودية يشتغلوا كذلك من نفس المنطق وبنفس هذه سنة التشاور. كذلك هناك إمكانية في المستوى الدبلوماسي أن نشتغل معا بمبادرات مشتركة في المنظمات العربية والإسلامية والدولية. كذلك المغرب والمملكة السعودية، المملكة العربية السعودية لهم مصداقية ولهم حضور في هذه المنظمات، ويمكن في مجموعة من القضايا كالأمن الغذائي كالتنمية في إفريقيا وغيرها أن نشتغل بشكل في إطار مبادرات مشتركة. كانت مناسبة كذلك وبتعليمات من جلالة الملك محمد السادس للتأكيد على دعم المغرب لكل ترشيحات المملكة العربية السعودية، وكانت هناك بلاغات من الدول الملكية لتأكيد دعم لترشيح المملكة العربية السعودية فيما يخص الإكسبو أو فيما يخص كذلك الاحتضان مقرات بعض المنظمات الإقليمية والدولية. تعليماتنا واضحة سموك هي أن كل ما يأتي من المملكة العربية السعودية هناك دعم دائم للمملكة المغربية، وهو نفس ما نحس به وكذلك من قبلكم. مرة أخرى مرحبا بكم و شكرا على هذه الزيارة الناجحة سموك. شكرا معالي الوزير، وبسم الله الرحمن الرحيم أود في البداية أن أشكر أخي معالي وزير الشؤون الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطة وحكومة المملكة المغربية الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ويشرفني أن أكون اليوم في الرباط على رأس وفد كبير يمثل عدد من الجهات السعودية بتوجيهات من القيادة في المملكة العربية السعودية لمتابعة تفعيل مجلس التنسيق بين البلدين وتفعيل العلاقة في شتى المجالات. الحقيقة يأتي هذا الاجتماع في دورته 13 تأكيدا لعمق العلاقة بين البلدين، ولكن أيضا استشعارا للفرص الكبيرة الموجودة لتعظيم التنسيق والتعاون والتنسيق بالذات فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وفي مجالات الطاقة، الاقتصاد الرقمي، الصناعة، الثروة المعدنية. هناك مجالات كثيرة واسعة يمكن البناء عليها وفرص أمامنا نستشعر أننا لم نستغلها بالشكل الكافي، ولذلك يوجد التزام من قيادتي البلدين على تفعيل هذا التنسيق والتعاون، والتوجيهات لنا واضحة، وهذا نعتقد أن
الاجتماع اليوم سيكون دافع مهم وقوي لتفعيل هذا التعاون. وقد تم التحضير لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين سواء بين الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص في البلدين بهذا الهدف، وكما ندرس أيضا عدد كبير من حقيقة من مشاريع الاتفاقيات ومذكرة التفاهم لنصل إلى الصيغة النهائية فيها. وأيضا سوف نعمل من خلال اللجنة لوضع مستهدفات محددة واضحة للفترة القادمة نبني عليها ونعمل لتحقيقها لإيجاد حقيقة منفعة واضحة للبلدين والشعبين الصديقين. وبالتأكيد كان هناك نقاش بيني وبين أخي معالي الوزير فيما يتعلق بالقضايا سواء الثنائية أو الإقليمية أو شؤون الأمن والسلم الدولي، وكما ذكر معالي هناك توافق تام أستطيع أن أقول في المواقف بين المملكتين، وهناك استشعار لقيادة البلدين بأهمية التنسيق والتعاون ليس فقط لتحقيق مصالح البلدين لكن الأمة العربية والسلم الأمن الدولي، والتنسيق بيننا غير منقطع مستمر دائما، ونستشعر هذا التعاون دائما من الجانب المغربي. وكذلك ينعكس هذا في ما أشار إليه معالي من التبادل المستمر في الدعم في المحافل الدولية سواء كان الترشيحات أو المبادرات، ونعمل باستمرار لتطوير مبادرات مشتركة تستطيع منها المملكتين تقديم نموذج إيجابي جدا للعالم والمجتمع الدولي فيما يحقق المصالح الدولية. وأنا شاكر ومقدر مرة أخرى لحسن الاستقبال والضيافة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين. شكرا لكم. إذن مشاهدينا استمعنا إلى هذا المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المغربي ناصر بوريطة. طبعا هذا المؤتمر الصحفي يأتي بناء على اللقاء في الرياض للجنة لجنة التنسيق المشتركة بين البلدين.